السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. يقولون انه هذا اقوى لاعب هندي، خلينا نشوف لعبه يا شباب وخلينا نشوف هو صدق اقوى لاعب هندي بالسيرفر العراقي او السيرفر العربي اللي راح يواجه فقط عرب. شفتهم الشباب حاليا دخل وقام يواجه عرب حاليا. هذا اول تيم قدامه، تيم عربي بالكامل، تيم عربي بالكامل. يعني مثل ما تشوفون حاليا وقع نص التيم، بقى واحد قدام، يمكن بقى قدامه واحد فقط. قتلت فات على تيم ثاني، هذا تيم سوري يا شباب، هذا تيم سوري الثاني ما شاء الله. طبعا يمكن هو نادر سول سكواد، سول سكواد، فهذا واجهه، هذا حلو، هذا هم قتله، كلهم عرب يا شباب، هذا عراقي اللي قتل حاليا عراقي. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطونوا لايك، لاكم تبع يا شباب، يعني ما يحتاج شيء، لاعب قوي الصراحة. بس خلينا نشوف مين قتل. شوف قدامكم هذا لاعب، هذا عراقي، اي والله لاعب عراقي يا شباب. لا لاعب عراقي، قبل شوية تيم سوري فلشت تفليش كامل، وحاليا تيم عراقي ايضا وقع نصه. خلينا نشوف ايش راح يكمل حاليا لما نقص. هذا شنو هذا؟ منياتي يمكن تكملة التيم العراقي هذا يا شباب. عراقي لو مو عراقي؟ لا والله هذا هو عربي، بس شنو العلم يعني حاط علم ثاني، بس هو شنو الصراحة ما اعرف يا دولة. هسه يبين اذا واجه الثاني عراقي يعني تيم عراقي كامل. يعني بقوا اثنين، هذا لا هذا شباب ايضا على الثاني، يمكن هذول اجانب، يمكن هذول اجانب، اي اجانب، اي هذا التيم، هذا التيم اللي واجه حاليا اجانب مو عرب يا شباب. يعني ثلاث تيمات حاليا، تيمين عرب وتيم واحد حاليا اجانب فقط، تيم اجانب. خلينا نشوف ايش راح يصير حاليا. 11 كل، 11 كل بدقيقه و40 يا شباب، 11 كل والله ما قوي والله. الحين هذا شنو قدامه؟ يلا يلا يلا، ايش راح يسوي حاليا؟ لا لا لا، دمه نقص، راح يخسر؟ لا لا، ما مسوي دمه، ما سوى دمه، والله وقعه، هتندم. لا شباب هذا تيم عربي، هذا تيم عربي، انا قبل تيم اجنبي، وعها تندم، هذا مصري، تيم مصري، هذا تيم مصري. يعني ليش؟ لان مبين بس حاطين اعلام مال بريطاني، مدري ايطالي، مدري فرنسي، مدري ايش يسموها. خلينا نشوف ايش راح يصير حاليا يا شباب. طبعا شوف والله العظيم شباب لعبه قوي، والله العظيم لعبه قوي. عشان شوف هذا، ما شوف والله العظيم شباب، هذا عينه فد نوب مو طبيعيه. يلا يلا، ايش راح تسوي؟ ايش راح تسوي؟ ايش راح تسوي؟ نزل حاليا، القنبله بس وقع. هذا من يا من يا دوله؟ هذا سوري، وقع سوري يا شباب، وقع هذا واحد سوري. هذا فاصل، فاصل بس من يا دوله فخم، حلو، من ليبيا، وقع من ليبيا. والله شباب دمر السيرف، دمر هذا، يعني المود هذا فات له شكل 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 صراحه. طبعا هو اكو عرب يلعبون صراحه، ولكن اقصد كلاعب هندي، لان يعني ما شايف لواعيب هنود الصراحه هوايه محترفين. شوف ايش راح يسوي حاليا، لازم يموت هسه، لازم يموت، يعني كافي عاد. تم كل جاب الصراحه، والله ما اعرف. باقي شويه، باقي شويه يخلص الفيديو، خلينا نشوف يجيب كلات بعد. وقع له تيم كامل لو انتهى لعبه. هذا قدام واحد ما شاء الله. لا 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 لا, 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 لا. ترقيع، ترفيع لو ترقيع، هذا اسمه هذا الصراحه ما اعرف، بس يمكن سعودي، لان ترقيع وما ترقيع هي كلمه سعوديه تعتبر. راح يموت حاليا شباب، يمكن راح يموت. لا والله وقع الشباب، والله وقعه. ما شباب منتهى المقطع، بس والله شباب يستاهل، لاعب كلش قوي. لايك واشتراك يا شباب.